السادة المشاهدين، عودة من جديد وحلقة هامة جدا من برنامج رفعة الجلسة. أرجع لضيفتي الأستاذة أمل عبد العزيز، وموضوع هام جدا عايز أختم معاكي. موضوع الرؤية في حاجة قلتها لي قبل البرنامج، يعني هتعتبر مفاجأة كبيرة جدا للآباء المغتربين. قلتي لي القانون الجديد فيه رؤية إلكترونية، يعني طول السنة هم كان عندهم دايما المشكلة أنا مسافر وبتعب وبشقى عشان الأولاد، لكن ما بقدرش أشوفهم غير مواعيد الرؤية الأسبوعية لما أنزل أجازة. حضرتك قلت لي خبر ممكن يفرق معهم كتير جدا، يا ريت حضرتك توضحي. هو في القانون الجديد إن شاء الله بإذن الله في حاجة اسمها الرؤية، أو هينص القانون على الرؤية الإلكترونية، اللي هي عن طريق إن الحاضن أو اللي معاه الصغير بيوفر التواصل ما بين والده في دولة تانية عن طريق الرؤية الإلكترونية، ويوفر له ده طبعا بأحد وسائل التواصل الإلكتروني. ده النص في القانون أو التعديل الجديد. عندي بقى مقترح بسيط كده، المشاكل اللي بتحصل إيه أو اللي بنواجهها إيه، إن المطلق بيصطدم بالأم الحاضنة وبيحصل ما بينهم مشاكل، المشاكل بتزيد وبتأدي لقضايا جديدة. أنا بقترح يعني، وأتمنى إن الصوت يوصل وحد يسمع الكلام ده، إن تتوفر الرؤية الإلكترونية دي في المراكز الرؤية الموجودة عندنا، سواء كانت النوادي أو مراكز الشباب أو المراكز المخصصة للرؤية. يعني الأم تفضل بانتظام، سواء الوالد موجود أو مسافر، بالزبط. موجودة وبتروح في معادها الخاص بالرؤية، والطفل كأنه قاعد مع والده ولكن عن طريق الرؤية الإلكترونية. عن الطريق طبعا، يعني هي ممكن تكون شوية فيها تكلفة. هي مش تكلفة الأم في كل الأحوال. الدولة، لا أنا بتكلم على إن احنا هتوفر وسيلة إلكترونية للطفل عشان يتواصل مع والده. أنا شايفة برضو حتى لو كانت تكلفة بسيطة أو فيها تكلفة أو حاجة، إن يتحملها الطرف اللي هو هي تكلفة بسيطة، فتبقى مش مؤذية بالنسبة له. أي كانت التكاليف إيه يتحملها الطرف التاني، مفيش أي مشكلة. وفي ظل برضو وجود المختصين كأنها رؤية طبيعية. أساسي بقى احنا حتة المختصين دي برضو من ضمن الاقتراحات اللي احنا بنقترحها، وجود في التوصيات خبير نفسي في التوصيات، ده هيفضل مع الطفل من يعني دايما لأمان للطفل. وعشان أصل هي الهدف الأساسي من الرؤية والاستضافة والتعديل ده الطفل. إيه؟ الطفل. فاحنا عايزين نوصل لطفل سوي ما عندوش اي مشاكل نفسيه، يتربى في بيئه سويه. فما يعني فيش مشكله لما يبقى دايما في خبير نفسي كرقيب على الطرفين. احنا بنقول لصالح في حالات الانفصال يظل المشرع او تظل الرقابه موجوده لضمان جيل افضل يقدم لبلده خير افضل. يعني حقيقة. اتنقل مع حضرتك لنقطه تانية في غايه الاهميه، نقطه بيطالب بتعديلها من عقود، مش هقول من سنوات، لا ده يمكن من 20 سنة ومن 30 سنة ومن 50 سنة. ازاي انا كوالد بيقضى عليا بنفقة وبصرف على ابني ومصاريف دراسية ومتولي من الالف الى الياء، وبعدين اشوفه ساعتين او ثلاثة كل اسبوع، واشوفه في ظروف خاصة كمان، ولو ما تناسبش معايا الاسبوع ده ان انا اشوفه الساعتين ثلاثة ماليش ان انا اراه مرة اخرى غير الاسبوع اللي بعده. وبعدين في ظل الارتباط المفترض يبقى موجود والتعلم اللي المفروض يبقى موجود من الاولاد من والدهم، ده مش موجود. افاجئ ان انا غريب عن اولادي بعد سن ال 15، فيجي التخيير ما بين الاب والام مهما كانت والدته. هنفترض ان في حالات الوالده فيها مش احسن حاجه في الدنيا، حالات استثنائيه عشان حضرتك ما بتحبيش ان انا اعمم على السيدات. احنا خلينا طرف محايد ما بين الطرفين. دائما ان شاء الله. ان شاء الله. انما الاب النهارده بيجي مهما خير هذا الابن مش هيختار والده. مهما حدث مش هيختار والده، ما يعرفوش. بل بعد سن ال 15 بيرفض يروح للرؤية. الاستضافة حلها ايه؟ ليها مكان في القانون الجديد؟ عرفنا ان ليها مكان في القانون الجديد. يعني عايزين نعرف ليها مكان ومكانها قد ايه؟ ليها مكان طبعا، وهي مكان مهم جدا في القانون الجديد، ومن اهم التعديلات اللي موجودة في القانون الجديد ان شاء الله. الاستضافة، احنا طبعا عارفين ان الاستضافة من سن يعني كان بيطالب بيها في القانون القديم او القانون الحالي من سن 15 سنة، اللي هو سن التخيير زي ما حضرتك قلت. برضو في القانون الجديد هي سن 15 سنة. القانون الجديد. القانون الجديد نزل السن لحد 5 سنوات. يعني هيبتدي يطالب بالاستضافة من سن 5 سنوات. ده خبر ممتاز. طيب
شروطها او تطبيقها؟ شروطها وتطبيقها طبعا إن اول حاجه خالص يصدر للطفل ده منع من السفر، عشان تحد من حته ان الاب ياخد الطفل ويسافر بيه مره بره مصر ويبقى كده انتقم من الام. ودي حالات وارده وموجوده فعلا، حالات وارده وموجوده. فطبعا احنا برضو يعني هيبقى برضو في ظل ضوابط وقواعد اللي يحافظ بيها على الطفل دوت ان هو يفضل موجود، وضمان رجوعه تاني لوالدته بعد الاستضافه.